الحقيقة هذه الجائزة هي أيضا مرتبطة ارتباط وثيق بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهناك الآن لدينا مقدمين 375 مشارك أو مبتكر، ومثل ما رأيتوا الآن المرحلة الأولى أيضا تصفوا إلى 40 مشارك، وإن شاء الله سيتم تكريم أفضل خمس مبادرات أو ابتكارات على مستوى الوزارة. هذه الابتكارات يعني مثل متوزعة على 6 مجالات، هذه الابتكارات أيضا تخدم الإنسان وتخدم المجتمع بصفة عامة. أكسير التربة الفائز في المركز الأول في جائزة القوى العاملة للابتكار في عام 2019. الحمد لله كان شعورنا جدا جدا رائع في حصولنا على المركز الأول. طيب، منتجنا وابتكارنا كان يتكلم عن اللي هو تحويل المخلفات الأسماك إلى تربة بديلا عن الأسمدة الكيميائية. طيب، فيها فوائد كثيرة، منها اللي هي لا تحتاج إلى الماء كثيرا، أيضا اللي هي تعمل كبديل جميل أو بديل رائع عن الأسمدة الكيميائية. هذا بكله باختصار. مشروعنا هو توفير خرسانة بماء أيوني اللي يجعل الخرسانة أكثر قوة وكفاءة، وحصلنا على قوة أكثر من 25 من قوة الخرسانة العادية، وجدا فخورين باللي أنجزناه. شغل جدا متعب، لكن في النهاية حصدنا على مبتغانا، والحمد لله جدا فخورين ومشرفين بعملنا. الفريق الحمد لله فزنا بمركز الثالث في المجال التعليمي بمشروع وايرلس في اي بي ميتر اند كابل ديتكتر. بصراحة شعور جميل، شعور لا يوصف. هذه المسابقة أتاحت لنا الفرصة أن نشوف متنافسين كثير في مجالات مختلفة والمجالات التقنية، وأيضا استفدنا أنه ممكن أنه إحنا نطور المشروع أكثر وندخل السوق وبفكرة قوية إن شاء الله.